9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا استئناف المفاوضات بين الجانبين. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على امتداد الرقعة الجغرافية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، حيث شهد استعراض الموقف التنفيذي الخاص بتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات في جنوب الوادي وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصة ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات ومحولات الجهد الفائق. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع حسام هبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أكد أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بالرخصة الذهبية، وأنه هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا. أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم جوي، ووجه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرجي بوكو سكان العاصمة بالبقاء في الملاجئ معلنا حالة التأهب في كييف. من جانبه حذر حاكم منطقة كييف من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة في الوقت الذي انطلقت فيه سفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا. قال مدير عام شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية فلاديمير كودريسكي إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأضاف أن مستويات الضرر غير مسبوقة بسبب تعرض جزء كبير من المنشآت والمواقع للتدمير والتلف، مؤكدا أن الأمر سيستغرق شهورا إن لم يكن سنوات لاستعادة عمل شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل، لافتا إلى تسجيل أضرار كبيرة في مرافق الطاقة لا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركيف وخيرسون. تعهد الرئيس البرازيلي الجديد لولا دي سيلفا بالقضاء على الجوع في البرازيل وإعادة بناء البلاد. وقال لولا دي سيلفا في خطاب ألقاه أمام الكونغرس بعد توليه الرئاسة إن تزايد الفقر والجوع هما أخطر أعراض الدمار الذي أصاب البرازيل في السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه أكد دي سيلفا أن البرازيل لا تحتاج إلى إزالة الغابات وخصوصا في منطقة الأمازون لدعم زراعتها. نهاية موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.